أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بواقع 388,000 طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة. وأوضح البيان أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية. معنا ومع حضراتكم مشاهدينا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا دكتور. بداية أسألك عن انعكاسات الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ضبط الأسواق بعد مواصلة استيراد الأعلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن حضرتك احنا متابعين ان الاهتمام الغير مسبوق بتنميه ثرواتنا الحيوانيه والداجنه منذ تولي فخامه رئيس الجمهوريه مقاليد البلاد، وبالتالي كان لزمن علينا الحفاظ على الاعلاف بالتحديد التي تشكل من 60 ل 80% من جمله نجاح هذه المشروعات. ازمه الاعلاف يمكن تم ادارتها على اعلى مستوى برئاسه فخامه رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء بالتنسيق التام مع البنك المركزي ووزاره الزراعه. زي ما احنا شايفين ان البنك المركزي وفر العمله اللازمه للافراجات المناسبه عن الكميات العالقه في المواني المصريه من الذره والصويا واضافات الاعلاف، وعلى مدار الاسابيع اللي فاتت ويمكن المره دي كانت اكبر كميه بيتم الافراج عنها اللي هي 308,000 طن من الذره والصويا بقيمه بلغت ما يزيد عن 134 مليون دولار. طبعا في تكثيف المتابعات على هذه الكميات التي يتم الافراج عنها من قبل وزاره الزراعه بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه والمتخصصه الرقابيه، سواء كانت وزاره التموين او جهاز حمايه المستهلك او الشرطه المتخصصه، سواء كانت شرطه البيئه والمسطحات او شرطه مباحث التموين، لتتبع هذه الكميات والاستوصاف والتيقن من وصولها الى مستحقيها بالفعل. بمعنى ان احنا بنمنع اي احتكار لهذه الخامات والاعلاف المفرج عنها، بنمنع اي تخزين ليها، بنمنع اي استغلال في الاسعار، ودوت ان شاء الله يكون انعكاسه واضح على السوق المصري فيما يتعلق باسعار كافه المنتجات الحيوانيه من اصل بروتين حيواني، سواء كانت البان او بيض مائده او دجاج او اسماك او لحوم وخلافه. طيب دكتور، في هذا الشأن بالتحديد فكرة يعني المراقبة بعدم التخزين وما شابه، هل هناك إجراءات يعني مستحدثة لمنع يعني هذه الممارسات من التخزين وما شابه؟ طبعا حضرتك زي ما بقول لك احنا بيكون عندنا البيانات المتعلقة بالإفراجات والشركات التي تم الإفراج فيها، وبيتم عملية التتبع بالطن وبالكيلو لهذه الكميات اللي تم الافراج عنها الى ان يتم تصنيعها وتوصيلها للمزارع، وبعد كده طبعا بتترجم في صوره المنتج النهائي زي ما قلت لحضرتك، البروتين الحيواني بمصادر المتعدده. يمكن كمان برضو بالتنسيق التام ما بين وزاره الزراعه معالي وزير الزراعه مع معالي وزير التموين من خلال بورصه السلع المصريه، وتم طرح الذره الصفراء على منصة البورصة السلعية بأسعار مخفضة. يمكن ديت برضو ضمن أحد العوامل اللي أدت إلى تراجع في أسعار الخامات العلفية خلال الفترة اللي فاتت. وزي ما قلت لحضرتك كمان الكمية اللي تم الإفراج عنها بالشكل الكبير دوت النهاردة هتساعد وتساهم أكتر في على الأقل ثبات الأسعار أو تراجعها إن شاء الله في الفترة اللي جاية. نعم دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أشكرك شكرا جزيلا.